النهارده الوأر كان حرب محب حبشي قاد المنطقه الجنوبيه العسكريه على راس وفد بـ زار محافظة سوهاج وكان في استقبالها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروع حياة كريمة الريف تطوير الريف المصري مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة وبحث إزالة أي معوقات تواجه هذا المشروع أو التنفيذ اللي بيتم حاليا في سبع مراكز في محافظة سوهاج والذي تنفذه الهيئه الهندسيه بالقوات المسلحه تابعوا طبعا مع ضباط الهيئه اللي كانوا موجودين او المشرفين مع رؤساء المدن وكلاء الوزارات وممثلي الشركات المنفذه الاجتماع تطرق لمناقشه موقف المشروعات بمختلف القطاعات المدرجه بخطه مبادره ومنها مشروعات مياه الشرب الصرف الصحي الابنيه التعليميه مجمعات الخدمات مكاتب البريد المجمعات الزراعيه وحدات بيطريه وغيرها من المشروعات ناقش الاجتماع مع اللواء طارق الفيقي مع محافظ سوهاج مع اللواء كان حرب محب حبشي قاد المنطقه الجنوبيه العسكريه مع قيادات وضباط القوات المسلحه ناقش ايضا مواقف او موقف الاراضي المطلوبه لاقامه المشروعات و وعرض ابرز المعوقات والعمل على تذليلها اكد محافظ سوهاج على اهتمام اجهزه الدوله وعلى راسها القياده السياسيه بتنفيذ هذا المشروع ليكون واقعا ملموسا يساهم في تحسين الخدمات المقدمه للمواطنين ويوفر حياه كريمه لهم اشار الى ان الاعتمادات الماليه مخصصه لمشروع تطوير الريف المصري بسوهاج غير مسبوقه في تاريخ المحافظه وكان معانا ست لواء طارق اتكلم المرحله الاولى سوهاج 27 مليار جنيه كمرحله اولى في سبع مراكز ده المرحله الاولى بس مش مش المراحل كلها 27 مليار جنيه المبادرة تُعد أضخم مشروع في تاريخ الدولة المصرية، وأشاد محافظ سوهاج بدور القوات المسلحة في تنفيذ المشروع وأكد أن مشاركة القوات المسلحة مُمثلة في الهيئة الهندسية الإشراف على تنفيذ المشروعات والمتابعة المستمرة من قيادات القوات المسلحة يجعلنا دائماً نشعر بالأمان والاطمئنان من جانبه قال اللواء اركان حرب محب حبشي ان القياده العامه للقوات المسلحه تضع المشروع القومي لتطوير الريف المصري على عاتقها واكد انه لا يوجد خيار اخر سوى التنفيذ والانتهاء من المشروعات في الوقت المحدد لها داعيا الى ضروره تكاتف وتعاون جميع الاجهزه المعنيه لانهاء المشروعات وفقا للبرامج الزمنيه المحدده لها بالشكل اللائق لبلدنا والمواطنين بقرى محافظه سوهاج